الله الرحمن الرحيم. تتسلم مديرية أوقاف الأجوبية اليوم الأحد الموافق 29/8/2021 الدفعة التاسعة من لحوم سقوق الأضاحي وقدرها 3 أطنان، ليصل إجمالي ما تسلمته المديرية حتى الآن 31 طن. اليوم وصلت السيارة رقم 10 محملة بأربعة طن الأحد 29/8/2021، عدد ما وصل محافظة الإسكندرية إلى الآن 38 طن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم الأحد 29 أغسطس 2021، وصل إلينا في الفيوم الدفعة رقم 10 من لحوم سقوق الأضاحي وقدرها 3 أطنان، وبذلك يكون إجمالي ما وصل إلى الفيوم حتى الآن 37 طنا من اللحوم. اليوم الأحد الموافق 29/8/2021 تم وصول الدفعة 11 من لحوم سقوق الأضاحي إلى مديرية أوقاف الجيزة وهي 4 طن، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة من لحوم سقوق الأضاحي 40 طنا